حول المباراة النهائية تتوفر عليها معطيات تخليك تكون مباراة نهائية حقيقية، أم أنه المستوى بين الفريقين هو اللي رجح كفة على كفة؟ لا أكيد أنا شاطرهم يعني الرأي، لأن برمجة نهائي، يعني شفنا بلدان كثيرة برمجة نهائي ممكن يكون في وسط البطولة، يعني في الدوري في وسط الدوري يخلص الكأس ويكمل البطولة عادي يعني. ولكن الحين نقول ممكن لظروف السياسية اللي موجودة في البلاد، يعني الأمور يعني طولت، وهذا ما كانش في صالح فريق بجاية. يعني كان نقول شباب الوزارة كان عنده أفضلية في كل في كل في كل جبهات، وفي الأخير يعني رجعنا الأمر الواقع، يعني ترجع البرمجة للاتحاد ورئاسة الدولة، وما كان إلا الفريقين إلا يتابعوا يستجيب الموضوع.